اللي بقى لحضراتكم المهندس علي سعيد خلانا نزور دور كامل في مصنعه عبارة عن مخزن استنباط. ده سره ودي بجد بفلوس كتير جدا وتعتبر ثروته الحقيقية. ولما يكون أي مصنع عايز قطعة غيار من اللي بيمتلك استنباطها بيشتغلها فورا، وفي كذا مكان في المصنع بيحتفظ فيها باستنباط نادرة ومحدش يعرف أسرارها غيره. أنت بتحدد أنا هستخدم في المادة دي البوليوريثان، هنا هستخدم الكاوتشوك، هنا هستخدم السيليكون. بتبقى حسب استخدامه، يعني أنا مثلا لو بنتكلم في الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية دايما بيحتاجوا فود جريد للاستهلاك الغذائي. غذائية. البوليوريثان بيبقى الحل الأول والأخير. سيفتي أكتر، كواليتي أعلى، عمر افتراضي أطول، هو بيستحمل بيديلك الأداء اللي أنت محتاجه سواء أي خط إنتاج بقى، أي خط إنتاج سواء كرتون سواء ورق سواء معادن سواء خشب سواء أدوية سواء أغذية، كل ده لازم يكون قطعة الغيار اللي انا بديها له هي نفس بتاعه الخواجه، وممكن اقول لك احسن كمان. السيليكون بتستخدمه امتى؟ السيليكون بستخدمه، هو ماده طريه جدا. السيليكون هو ليه استخدامات كتيره قوي وكومبليكيتد، يعني جايب لك حاجه كومبليكيتد. يعني دي لما بتخش درجه حراره 450 درجه السيليكون بيستحمل حراره عاليه قوي. بتاعت ايه بقى؟ بتدخل في ايه دي؟ دي بتزق بسكويت. انا فرحان بيك جدا، ربنا يخليك. انت بتدخل في تفاصيل بتصنعها هنا في مصر، ممكن دي توقف لي مكنة، ممكن توقف لي خط إنتاج حقيقي، ويبقى بيبقى العميل بيدور عليا وبيدور بيشوفنا أنا فين. فده كان سبب اللي أنا أعمل منصة بتلم كل المصنعين المصريين والناس تقدر تشوفهم على طول وتوصل لهم بدون سمسرة. أكلمك عنها بس قول لي العجلة دي. العجلة دي إيه؟ العجلة دي بتاعت كلاركات اللي بتشتغل في الستورز الغذائية والدوائية. دي ما بتعملش مارك على الارضيه على الفلو، وفي نفس الوقت بتدي له الكباستي اللي هو محتاجها البريشر العالي. بتشيل 8 طن 9 طن. العجله دي منتجات عليها 8 9 طن، هي دي بتشيلها. مش دي بتبقى عامله زي العجل بتاع الجزم بتاعت اللي بنجري فيها السكيتنج؟ السكيتنج ده برضه مجال احنا داخلين فيه على فكره، واحنا منافسين اللي هو الباتيناج. زي الباتيناج صح؟ طبعا. يعني العجلة بيبقى ملفوفة حواليها، بعمل لها الكسوة دي او الكوتنج دي. الكوتنج ده كله او الكسوة دي بوليوريثان، انت تقدر تعملها هنا كمان؟ طبعا. وبالعكس، ده هو ممكن العميل يحتفظ بالحديد بتاعه او بالبلاستيك بتاعه وانا بعمل له الكوتنج عليها، ما يرمهاش كلها على بعض. عايز اعرف ايه الاحمر ده؟ الاحمر ده ببساطة شديدة قواعد وجلب مقصات لموديلات كتيرة قوي في عربيات. والله بجد؟ اه. هي دي اللي كل شويه تبص في العربيات وروح ندفع دم قلبنا عشان نجيبها؟ الحاجات دي يعني انت لما بتصنعها هنا في مصر بتوفر من ثمن المستورد قد ايه؟ لا يقل عن 30% 35% من قيمته هنا لو اتحطت في مصر باليوم من النهارده. يعني اللي عند حضرتك ده حل كان ناس ما كانوش عارفينه، يعني كان حرام على واحد صاحب عربيه يجيبها كامله، كانت دي بتتباع كامله كده اهو كاوتش مقفول على بعض وكانت اللي بتبوظ اللي جوه بس، اللي بره كانت بتبقى سليمه واللي جوه اللي كانت بتبوظ. كان في شباب في الاوتو كروس او في رياضه السيارات بصفه عامه يعني بداوا يدوروا على حلول تقدر تستحمل الدرافتنج او اللعب بتاعهم. انت عملتها لهم؟ وبدانا دي تقدر. هل دي انت بتشوفها بره فبتعملها ولا ده ابتكارك انت؟ بيبقى ابتكار الشباب وبيبقى لينا ريفرنس بره. ايه الالومنيا دي؟ عايز اعرف. ودي معاها ولا ايه؟ دي معاها. دي ايه بقى القطعه دي العنيفه دي؟ في شركات اي تي ام او المكن بتاع الاي تي ام. المكن بتاع البنوك؟ المكن بتاع الفلوس. يعمل ايه بقى دي؟ بتعمل ايه؟ دي عدادة المكن اللي بتعد الورق. يعني انت بقيت دخلت كمان جوه المكنه وبدات تصنع القطعه بتاعتها؟ الحمد لله. بورد لكل الشركات اللي بتصلح المكن الاي تي ام ده في مصر. انت اللي بتورد لهم دي؟ انا بورد لهم دي وورد لهم القطعه الصغيره دي. بوليوريثان؟ بوليوريثان. ودي يعني مع بعض ملحقين ببعض يعني جوه المكنه؟ قدام بعض كده، واللي في النص الفلوس بتعده بتزقه. ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. ايه ده وايه باحجامه المختلفه لغايه ان هو وصل؟ ده كان اكبر تحدي لينا عندنا اصلا عامه. يعني بص اهو، انا بقول لك ليه كل الاحجام دي. ده سيريال بتاع حشو كوبلنج. بس حشو كوبلنج ده لا غنى عنه في اي خط انتاج. اي موتور لازم يكون ليه حشو كوبلنج زي ده عشان ينقل الحركه من الكهرباء يخليها تدور او حركه. ما ينفعش تخبط حديد على حديد، ده بيبقى في النص بياخد القوه الاولانيه وبيفضل داير 3000 لفه تقريبا في الدقيقه. ايه ده؟ ده بتاع البولينج بجد؟ والله العظيم. اللي هي بتاخد الكور وتنزل ثم رصاهم تاني؟ دي بتاعت البولينج. هل دي كانت ضروره انك تصنعها يعني؟ لان صالات البولينج كان بيحصل فيها مشاكل يعني، وما كانوش لاقيين المستورد في الوقت اللي احنا فيه ده. قطع الغيار اللي بتيجي من بره بتيجي غاليه قوي، وما بتبقاش في الوقت اللي هو عايزه، ممكن يبقى داخل على سيزون ما يقدرش يعمل الصيانه بتاعته. فانت خدت بتاعته
وكاسيت له عليها. وكاسيت له عليها، برافو عليك. مش بس في الالعاب دي، لا احنا بنعمل كمان القطر الطاير، العجل بتاع القطر الطاير بيبقى فيه عجل كتير بتاع الاطفال السريع ده، بتاع الكبار برضه. وبتاع عمري ما العبه انا قلت كده. بس هو ده واخد تيستر من شركه في امريكا اللي هي مصنعه القطار، وفي شركه في اسبانيا برضه مصنعه. والله العظيم انت رحت اتواصلت معاهم؟ واخد الابروف بتاعها طبعا، لان الحاجات دي سيفتي، بالذات العجل بتاع القطر الطاير وقطر الموت. ده ايه ده؟ جراب بتاع واير. جراب الواير ده ده بيشتغل، بيبقى فيه واير الماس كده بيقطعوا الرخام يعني. الرخام يعني الرخام. يعني احنا في شقه تعبان بنورد الكلام ده وحاجات تانية، احجام طبعا تانية ليه، لكن الابلكيشن بتاعه بيمشي فيه جواه واير الماس بيقطع الحجر بتاع الرخام، فده بقى متعلق من فوق، ودي ماده البوليوريثان. الواير الالماس بياكل في الحجر الرخام لكن ما ياكلش في ده، ما ياكلش في البيو. وعلى فكره ده بيو مصنف. ايه مجموعه السيور دي؟ دي بالمسمى برضو الصناعي بتاعها او المصطلح العلمي بتاعها اويل سيل. دي اويل سيل موانع للزيت وضوابط للزيت. ضوابط للهيدروليك. احنا نقدر ننفذ اي اويل سيل باي مقاس. الحاجات دي كلها بنستوردها طبعا. الحاجات دي كلها كنا بنستوردها طبعا. كنا النهارده انت بتصنعها هنا. انا موجود. ما هذه السكينه؟ ده مساحه بتاعت سيراميك. مكنه السيراميك يعني؟ في مكنه السيراميك، مكن انتاج السيراميك. طب انا دي بالنسبه لي شايفها سهله. شيت معدن وبيتقطع على مكنه ليزر. تمام. لكن صبيت عليها ازاي البوليوريثان ده؟ المولد. انا عملت اسطمبه والاسطمبه عملت التشكيل ده، وبدات اصب الماده في النص، وعملنا تيست واثنين وثلاثه، وبعد كده بدانا نغطيها كلها كامله من اولها لاخرها. دلوقتي